اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات، ومرحبا بكم معنا في البرامج التعليميه مع حلقه جديده من حلقات المراجعه الشامله الكامله للمنهج، كل فصول المنهج باسئله متنوعه مختلفه مع النقاط المختلفه لدروسنا خلال فيزياء الثانويه العامه. بس المطلوب منك تركز في كل سؤال ونشوف الاجابه مع بعض. قبل الاجابه ما تطلع يا ريت يكون معنا ورقه وقلم عشان هتكتب القانون وتطلع من القانون المطلوب من السؤال او المساله. نبدا مع بعض. اذا كانت القوه الدافعه اللحظيه، وده سؤال جديد لملف دينامو بتعطى من العلاقه، اي ام اف بتساوي 100 ساين 9000 تي. طيب انا وانت كده نفكر في ايه دلوقتي لما اشوف ده قدامي؟ ان الاي ام اف اللي بره على الشمال دي لحظيه، يعني اي ان اس بتساوي 100، يبقى ال 100 دي بتاعت مين؟ القوه الدافعه الكهربيه المستحسه. انا مأخر الإجابة عشان انت تطلع وتقول لي العظمى، يبقى العظمى قوة دفع العظمى 100. طب ساين بدل سيتا حطيت 9000 تي، يبقى مين 9000؟ اوميجا. طب الاوميجا دي ليه عبارة عن ايه؟ 2 باي اف. 2 باي اف، اوعى باي، اوعى من باي. باي في الزاوية ب 180، يعني 2 في 180 اف تي. طب شكرا كده. طب طلباته ايه بقى؟ ده بيقول لي اذا كام. طب انت عايز مني ايه بقى؟ هيكون احسب القيمه الفعاله للقوه الدفع الكهربيه. دور في الرامات بتاعتك، رماتك بتقول القيمه الفعاله للقوه الدفع، تقدر تجيبها؟ طب تعالى نتقابل. اي ام اف، اي اف اف بتساوي اي ام اف ماكس في 1/2 او 700 ساوي من 1000. بسيطه. طيب هات لي الماكس بقى. الماكس كانت في الدايره بكام؟ 100 في 707 من 1000، يبقى الافكتف 70.7 فولت. احسب القيمه المتوسطه للقوه الدفع الكهربيه خلال ربع دوره من وضع الصفر. طب ايه الامكانيات اللي عندي عشان فيها قوه متوسطه او الافريج؟ عندي قانون. القانون اي ام اف افريج بتساوي اي ام اف ماكس في 2 على باي. اي ام اف ماكس في 2 على باي. طب ما انا عندي ماكس. طب يلا بينا. 2 على باي في 100. انت بتديني 63، 66 من 100 فولت. احسب، خليك وراه، شوف هو عايز ايه. زمن الوصول بالقوه الدفع الكهربيه لنص القيمه العظمى من الوضع العمودي، يعني الوضع الاصلي، يعني الوضع الصفري. عايز بقى هنا ايه؟ التايم، لحد ما توصل لنص القيمة العظمى. اوعى تتلخبط كلمة بكلمة. الأوميجا بتساوي ايه؟ 2 باي اف. طيب ال 9000 دي عبارة عن ايه؟ مش هي أوميجا تي؟ مش كانت الزاوية كده؟ يبقى الأوميجا بكام؟ ب 9000. يبقى 2 في 180 في اف، يبقى الاف كأنها موجودة. احسبها يا أستاذ، تطلع 25 هرتز، ده الاف. طب السيتا بتساوي ايه؟ اوميجا تي، يعني 2 باي اف تي. طيب كويس قوي. طب تشوف لي كده، هو عايز نص القيمه العظمى. طب ونص القيمه العظمى ده معناه ايه؟ نص القيمه العظمى لما الساين تدي نص، يبقى ساين السيتا بنص، يبقى السيتا ب 30، شلتها وحطيتها. يبقى 2 في 180 في 25 في تي. المجهول الوحيد هو التايم. جبنا التايم بآلتك الحاسبة، تي هتساوي 3.33 في 10^3 من الثانية. بيقول احسب الطاقة المستنفذة في مقاومة 5 أوم خلال نص دورة فقط من وضع الصفر. خلي بالك بقى من الطاقة المستنفذة دي. أو أصلاً الزمن الدوري بيساوي مقلوب التردد، يعني بيساوي على 25. عرفناه. طب الأوميجا بتساوي إيه؟ ما هو الاوميجا هنا مش ده الشغل، مش دي الطاقه المستفزه اللي هي الحراره. الدبليو الورك دان بتساوي في تربيع على ار في التايم. طيب عوض كده، في افكتيف بتساوي 70.7، يبقى تي بتساوي 1/25 في نص. حلو، يعني 1/50. كويس، يبقى الشغل بيساوي كام؟ الطاقه المستنفذه 500/5 في 1/50، يعني تساوي 2 جول. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي.
العدد العشري المقابل للشفرة الآتية في النظام الثنائي 10100 ثنائي. يا ترى العشري هنجيبه ازاي؟ عارفين بنتصرف ازاي؟ يا ترى 20، يا ترى 30، يا ترى 40؟ اولا انت بتضرب في 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 0 1 2 3، 2 اس 4. لما تضربهم بتوصل للنتيجه وبتجمع وفي النهايه هتوصل لاجابه. يا ترى اجابتك هتكون مين فيهم؟ لما بتجمع 0 زائد 0 زائد 4 زائد 0 14 بتديني الإجابة 20. اخترنا الإجابة وعرفناها رقم ألف. شكرا. عزم الازدواج المؤثر ملف بيمر في الملف ده تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي بيكون نهاية عظمى. العزم ده نهاية عظمى عندما يكون مستوى ملف. يا ترى امتى؟ وهو عمودي على المجال ولا هو موازي المجال ولا هو بيصنع زاوية 30 مع المجال؟ يا ترى النهاية العظمى امتى؟ لما يكون موازي للمجال عشان سيتا تطلع 90 بالعمودي على الملف. بوابة منطقية يمكن تمثيلها بمفتاحين على التوالي لابد من غلقهما تماما معا ليمر التيار. يبقى البوابة دي هي نوت ولا اور ولا اي ان دي؟ الإجابة اخترناها كلنا اي ان دي. قارن بين الطيف المستمر لأشعة اكس الطيف الخطي لأشعة اكس من حيث المطلوب هنا عامل مؤثر في الطول الموجي. مين هو؟ فرق الجهد بين الفتيلة والهدف بيبقى في المستمر العام مؤثر فرق الجهد. العام المؤثر هنا نوع العنصر اللي بدل الهدف يعني العدد الكتلي او العدد الذري ده الطول الموجي مرتبط بيه. وجه المقارنة بين التصوير العادي والتصوير المجسم. طب من حيث المعلومات المسجلة على الصورة في الحالتين في العادي اللي هي 2 دي اختلاف في الشدة الضوئية من نقطة لأخرى على الجسم. طيب وفي المجسم اختلاف في الشدة الضوئية لفرق المسار اللي هو فرق التور. ما الفكرة أو الطريقة العلمية أو الأساس العلمي التي تمكن العلماء بها من تحقيق الآتي؟ تقسيم طيف ذرة الهيدروجين إلى 5 مجموعات وعارفينهم كلنا. الفكرة اللي هنا اللي هي إيه؟ اختلاف طاقة ورقم المستوى الذي يعود إليه الإلكترون عند الاسترخاء يعني العودة. اختلاف الطول الموجي للطيف الصادر. اختلاف المنطقة التي يقع فيها الطول الموجي للطيف. طبعا كلنا عارفين إجابة. الليزر يا ترى من شروطه الإسكان المعكوس الانبعاث المستحس. الأوم ميتر العلاقة العكسية بين التيار والمقاومة عند ثبوت فرق الجهد اللي هو البطارية المتصلة داخل الأوم ميتر. انت بتحسب التيار ازاي في اي حالة من الحالات؟ في بي على ار توتال الموجود او العياري او الثابت زائد الار سمول للجهاز. مقاومة 6 اوم مكثف منفرد ساوية 80 اوم ملف حس معامل حسه الذاتي 28% هنري متصلة معنا على التوالي. يبقى عندي كده كم عنصر بنفكر ار وسي وال والمصدر جهده 20 فولت وتردده 50 هرتز. خليك فاكر بالورقة والقلم سجل المعطيات الموجودة بالالوان الصفراء زي ما انت شايف. مقاومة مفعلة ساوية ومعامل حس اللي هو ال والفي بتاع المصدر 20 والتردد اف ب 50 هرتز. يا ترى طلباته؟ المعوقة الكلية للدايرة اللي هي بيبقى رمزها زد دي مطلوبة. اكس ال كلنا عارفين بتيجي ازاي؟ 2 باي اف ال. طب يا ترى مديني مين فيهم؟ 2 في الباي كلنا عارفين 22/7 التردد 50 اداهولنا ال ال ب 28% تدي لك في الآلة 88 اوم ده مفاعلة حساسية. لو عايز المعوقة الكلية قانون في حالة ار سي ال جاز التربيع ار تربيع زائد فرق بين الاكس ال والاكس سي والفرق ده بيتربع والقانون كلنا عارفينه ومعانا تمام. عوض بقى يبقى الار تربيع 36
في 64 10 اوم. فرق الجدا من طرفي المكثف عايز الفي سي بس. طب الفي سي انت في اي بيساوي في زد يبقى 20 على 10، زد جبناه ب 10 يعني 2 امبير، ده التيار العمومي اللي ماشي. طب فرق الجدا من طرفي المكثف فيه ازاي؟ الفي سي اي في الاكس سي يعني 2 في الاكس سي كانت ب 80 تديني طبعا 160 فولت. زاويه التور اللي هي السيتا، تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على ار، ده قانون نتفق عليه جميعا. عوض بالقانون 88 ناقص 80 على 6 تديني بالاله بسرعه قيمه، بس خلي بالك هنا القيمه دي تان سيتا، انا مش عايز تان سيتا، السيتا على الاله انت بتتصرف صح، شيفت عكس السيتا تطلع 53 13 درجه، دي زاويه زاويه التور. ماذا يعني بقولنا كفاءة المحول 80%؟ طب مطلوب مني ارجع للقانون والتعريف وتعالى نجاوب سوا. النسبة بين طاقة الملف السنوي إلى طاقة الملف الابتدائي بتساوي 80/100. التردد الحرج لسطح معدن بيساوي 12 × 10^14 هرتز، ده تردد حرج. طب معناه إنه أقل تردد يلزم لتحرير الإلكترونات من سطح المعدن دون إكسابه طاقة حركة بتساوي فقط الرقم ده 12 × 10^17 اتش زد يعني هرتز. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل ما ياتي. مقاومة موصل يعني ار يسمح بمرور تيار كهربي شدته 1 امبير، ده تيار وادي ار، عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت. طب معناه ايه؟ هو مين اللي ناقص هنا؟ هو اداني ار؟ لا ما ادانيش، اداني تيار، اداني جهد. خلاص كده انا فهمت المقاومه تيجي ازاي. عارفين القانون؟ طبعا القانون معروف اللي هو ار بتساوي في ار اي، 1/1 يعني 1. طب 1 مقاومه يعني 1 اوم، هو الاوم. مستوى الطاقه بيتميز بفتره عمر طويله نسبيا وحوالي 10^3 من الثانيه، اسمه ايه ده؟ مستوى الشبه المستقر. واحد تاني بحل اخر يقول لي مستوى الاسكان معكوس اقول له اجابه نموذجيه يستحق الدرجه النهائيه. منطقه خاليه من الالكترونات والفجوات بتكون فيها ايونات موجبه في ناحيه وايونات سالبه في الناحيه التانيه، يعني هي فاضيه. مين دي؟ المنطقه القاحله او المنطقه الفاصله. اذكر شرط حدوث كل من، تعال نشوفهم. انعدام كثافه الفيض المغناطيسي عند منتصف المسافه بين سلكين مستقيمين ومتوازيين بيمر بهما تيار كهربي. طيب يا ترى امتى يحصل ده؟ عندما يكون اتجاه التيارين في نفس الاتجاه وشده التيارين مساويه او متساويه. التقاط جهاز اللاسلكي تردد محطة معينة. التقاط جهاز اللاسلكي تردد محطة معينة، ايه ده؟ اسمه تردد الدايرة اللي بيتفق مع تردد المحطة، تردد الاتنين مع. من الرسم الموضح ان ده غلق المفتاح هنجاوب على بعض الأسئلة. ادي الرسم وادي مفتاح نبحث عنه كلنا، وليوستات وبطارية وأميتر ومجموعة مقاومات وفولتميتر متوصل هناك وثلاث مقاومات متوازية ومتوالية. برافو عليك، متوازية داخل لهم في الار 1 و2 و3 ثلاث تيارات مختلفة، والتيار العمومي اتجزأ إلى ثلاث فروع، والفولتميتر بيقرأ من فوق فرق الجهد بين طرفي أي مقاومة منهم أو المكافئ عنهم. أنت معايا كده في الرسمة؟ أنت فاهم الرسمة بدون كلام بدون تعليق؟ طب طلبت المسألة أو السؤال عايز إيه هنا؟ بص معايا، استنتج القانون المستخدم لحساب المقاومة المكافئة. خلي بالك بيقول إيه؟ استنتج القانون المستخدم لحساب المقاومة المكافئة. طب المقاومة المكافئة ما هو دول توازي، طب مين هنا اللي موحد؟ مين اللي شبه؟
ايه اوجه الشباب ان الثلاث فروع او الثلاثه 3 واي دول الجهد ولا التيار؟ برافو عليك، الجهد طبعا. يبقى التيار بيتجزأ، يبقى التيار توتال اتجزأ الى 1 و2 و3، يبقى اي بيساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. ابدا معايا. طيب هو قانون اوم قال لك لما تحب تجيب ار بتعمل ايه؟ في على ار. طب اي 1 في على ار 1، طب اي 2 في على ار 2، عوض اي 3 في على اي 3. تمام. طب ما الفي هنا كله موحد، طب ما تشطب الفي اللي فوق في البسط، شطبناها يطلع معانا ايه؟ 1 على ار توتال بيساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3. مش ده اثبات ازاي اطلع من الرسم ده بالمقاومه والمكافاه؟ جميل. اساسا ارجع تاني معايا، افتكر احنا جزلنا التيار الى 2 و3 و1 طبعا، والفي ار ار والفي ار ار 1 والفي ار 2 والفي ار 3، بنعيدها تاني عشان الكل ياخد باله. ولما شطبنا الفي عملنا 1 على ار 1 على 1. قدامك الاجابه، قدامك استنتاج. يا ترى بتقدر تستنتج ده لوحدك؟ جاوب مع نفسك، ولو انت صح يبقى انت ممتاز ان شاء الله، درجات ممتازه باذن الله. اذكر نص قانون كيرشوف المستخدم في الاستنتاج السابق. طيب قانون كيرشوف الاولاني، مجموعه التيارات الداخله عند نقطه معينه في مسار مغلق بتساوي مجموعه التيارات الخارجه من النقطه. تمام. عشان كده في المره اللي فاتت كنا نقول اي بيساوي اي 1 زائد 2 زائد 3. جميل. مش ده النص؟ ما المقصود بكل من ايه؟ قانون فين. طب مين فين ده؟ تعال نفكر كده مع بعض، نفتكر ده في الفصل الخامس كان بيدرس ايه؟ كانت شغلته ايه؟ دراسه علاقه رياضيه بين مين ومين؟ الطول الموجي ماكس ودرجه الحراره التمبريتشر تي، والهولوجرام ده بتاع ايه ده؟ ده التصوير الثلاثي، خلي بالك معايا. مفعل حسين ملف الطلبات، عازم ثنائي القطب المغناطيسي، افتكر القوة الدفع الكهربية المصدر الكهربي في بي. أولا قانون فين بيقول فيه إيه؟ ده النص. يتناسب الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع تناسبا عكسيا مع درجة حرارته بالكلفن، أوعى تنسى كلفنية. ده فين؟ طيب الهولوجرام، اذكر ما تعرفه عن الهولوجرام. مين الهولوجرام؟ صورة مشفرة ناتجة من تداخل الأشعة المرجعية مع الأشعة التي تترك الجسم في التصوير المجسم. عظيم. المفاعل الحسية، وده بيفكرك بالملف. طب دي اسمها الممانعة التي يلقاها التيار المتردد بسبب الحس الذاتي للملف. ممانعة من نوع خاص لما التيار يمر في الملف. طيب عزم ثنائي القطب المغناطيسي، يا ريت تفتكر رمزه ام سمول دي سمول تحت السطر ام دي. طيب هي ليها قانون طبعا، انت عارف وانا عارف كلنا عارفين بالقانون. هات لي الام دي لوحدها، تاو بيساوي بي في ام دي في ساين ثيتا، يبقى هو النسبه من عزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على الملف الى كثافه الفيض المغناطيسي، او كميه متجهه واتجاهها دائما عمودي على مستوى الملف. ده اللي هو عزم ثنائي القطب المغناطيسي. القوه الدفع الكهربيه المصدر الكهربي، دي مين بقى؟ البطاريه يعني. مقدار الشغل الكلي، او تقدر تقول الشغل الكلي المبذول. ليه؟ لنقل كميه من الشحنه الكهربائيه مقدارها 1 كيلو اوم خارج وداخل المصدر، او فرق الجهد بين طرفي المصدر في حاله عدم مرور تيار كهربي في الدايره. وهو ده حل اخر. اوعى تنسى انه في تعريف ايضا في حلول اخرى، زي ما القانون، زي ما مساله. اذكر عامل واحد من العوامل التي يتوقف عليها كل من، عايز عوامل. المقاومه النوعيه للموصل
اللي رمزها الرؤي ده عايز عوامل، وعايز عامل واحد، وانا وانت بقى العوامل. القوى الدفع الكهربائيه المستحثه المتولده في ملف EMF. طيب الطيف المستمر للاشعه السينيه، يلا مع بعض. المقاومه النوعيه الموصل بتوقف على حاجتين بس، نوع الموصل وحراره الموصل، نوع الماده ودرجه الحراره اللي هو فيها. القوى الدفع المستحثه في الملف المعدل الزمني لقطع خطوط الفيض، دي كده واحده، والثانيه عدد اللفات. طب جبنا ده منين؟ من قانون فاراداي. الطيف المستمر للاشعه السينيه فرق الجهد بين المصعد والمهبط، يعني بين الفتيله والهدف، يعني الجهد الخارجي المتسلط على انبوبه كوليدج. انا بس بفكرك اثبت ان قوة الدفع الكهربائية المستحثة المتوردة بين طرفي سلك بيتحرك عمودي على مجال، تستعين العلاقة دي EMF بتساوي سالب BLV. هو ما قالش ساين سيتا، هو قال عمودي. طب تثبت دي تقدر؟ سهلة جدا بسيطة. حد لا يقول لي ايه هو طالب مني رسم، طب تعال نشوف كده هو طلب مني رسم ولا قال اثبت. طب افرض انا رسمت هخسر؟ انت حر. في الرسمة دي سهلة علشان نعرف نتكلم على خلفية موجودة وبيانات متسجلة. ايه اللي قدامي ده؟ عارفه؟ طبعا عارفه. دايرة فيها مربع ناقص ضلع، وفي سلك العمودي القطري ده اللي هو الرأسي اللي ممكن يتحرك، ومتوصل معاهم جهاز صغير جلفانومتر او ملي اميتر. امال ايه الكروس اللي على الشاشة ده؟ ده مجال، ده البي. البي ده عمودي على الصفحة. طب للداخل لأنه معمول كروس يعني موجب. طب إيه الفي اللي موجودة دي بسرعة؟ والسهم ده موجه للخارج يعني الناحية دي أو جهة اليمين بالنسبة لك. أمال إيه ال؟ ده طول السلك الرابع القطري أو العمودي اللي أنت شايفه لا يتحرك. ونقول له إيه؟ هنا بنفرض، ما هي الفيزياء بتبدا بفرض عشان نوصل لحقيقه. بيقول نفرض او اذا وضع سلك طوله ال عمودي على مجال مغناطيسي كثافه فيضه بي اتجاهه عمودي على الورقه للداخل او الشاشه للداخل زي ما انت شايفها وزي ما انت هتكتبها وترسمها. لما نحرك السلك في الاتجاه العمودي على المجال بالسرعه في، يبقى اتزاح ولا لا؟ اتحرك مسافة. قول له المسافة دي قد ايه؟ دلتا اكس. زمانها قد ايه؟ دلتا تي. يبقى التغير في المساحة بيكون دلتا اي بيساوي ال في دلتا اكس. المساحة دي كانت مرسومة وانت فاهم. طيب التغير في الفيض بقى اللي هو دلتا فاي ام، مالكش ده انت دعوة بالام دي، الام دي تكتبها تحت السطر. يبقى دلتا فاي ام بتساوي بي في دلتا اي، يعني بتساوي بي ال دلتا اكس. طيب وقوة الدفع عندك قانون؟ طبعا قانون فاراداي. بيرجع للرسمه، رجعنا لها، ولما يتحرك هيعمل المساحه اللي اتكلمنا فيها، ونقول القانون اللي هشتغل بيه سيادتك فاكر اي ام اف بتاعت فاراداي بتساوي سالب بتاعت لينز شرطه الكسر دلتا فاي ام على دلتا تي. يلا نفك، يلا نعوض، يلا نحط البيانات بتاعتك هنا بي ال دلتا اكس على دلتا تي. بس يا ريتك تفتكر معايا كده ان الدلتا اكس على دلتا تي لو شلناها نحط مكانها ايه؟ خدتها قبل كده؟ عارفها طبعا. دلتا اكس على دلتا تي دي السرعه اللي هي في، يعني بتساوي بالاخر بي ال في. شكرا للاستنتاج. شوف في الشكل ده في بوابات اند نوت واور، ثلاث بوابات زي ما انت شايف بالشكل. اكتب جدول التحقق الذي يجعل الخارج دائما هاي. يعني ايه الخارج دائما هاي؟ واحد 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 لمجموعة البوابات الموضحة بالشكل، ثم حول نتيجة الخارج إلى عدد عشري. هنعرف نتعامل إن شاء الله بس لما نشوف الكود ونحول الكود إلى عشري مع بعض. الجدول المفترض إن أنا هعمل A B C دي المداخل، وهقول إنه لو هنا 0 0 0 هيطلع لي واحد، ده من الشكل. واحد زيرو زيرو
A و B و C الشكل معاك هيطلع لك هنا اوت. الاوت ده واحد زيرو واحد زيرو وطلع واحد، هو قال لي كده واحد واحد زيرو طلع واحد 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 يطلع واحد. ده جدول، انا مالي؟ هو ده عايز الخارج كله واحد في الشكل كده. لما يطلع كل دول واحد يبقى العدد الثنائي هو كام؟ واحد 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 واحد، خمس وحايد. هو انت تعرف منين ده عشري ولا ثنائي؟ لازم تحط لي قوس، ومن بره القوس حط اتنين، دي علامه بس ان اعرف ان ده ثنائي. بتعمل ايه بقى حضرتك؟ بتاخد الخمس وحايد دول بتضربهم في اتنينات. اول واحد كده زي ما انت شايف على الشمال اضربه في اتنين اس صفر، اللي بعديه واحد في اتنين اس واحد، اتنين اس اتنين، اتنين اس تلاته، اتنين اس اربعه. هتجمع النواتج دي ونقول يساوي كام؟ هيطلع معايا كام؟ واحد زائد اتنين زائد اربعة تمانية ستاشر، يديني الناتج على طول 31. هو ده الرقم العشري الناتج من البوابات. بتمنى لكم التوفيق والمراجعة القوية، وبنقل لكم تمنيات أسرة البرنامج جميعا لكل طلبة مصر الثانوية العامة والفيزياء خاصة التفوق إن شاء الله. وإلى هنا أعزائي الطلبة أترككم في رعاية الله، وعلى وعد بلقاء في الحلقة القادمة ونكون أعلى تطورا وتغيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.